تساقط الشعر هو أمر طبيعي لما بيكون تحت السيطرة، بنقدر ندعم هذا الشعر باستخدام مكملات غذائية. بس لما تساقط الشعر بيزيد زيادة عن اللزوم، وقتيها لازم نلجأ لحل جذري لنحل هاي المشكلة. بهذا الفيديو القصير رح نحكي لكم عن تقنية الـ PRP وكيف ممكن تساعد إنه الشعر يوقف من التساقط، ونقدر نعطيه القوة إنه يرجع يطول ويخمل بشكل طبيعي. تشتغل تقنية بلازما عن طريق سحب عينة من الدم. نوضع هاي العينة بداخل جهاز بفصل البلازما عن الدم. من بعدها بناخد البلازما وبنحقنها بطريقة معينة بثروة الرأس، والهدف إنه نحفز البصيلات الضعيفة على إنتاج شعر جديد، والبصيلات اللي فيها شعر بتتحسن نوعيتها، ونتخلص كمان من مشكلة تساقط الشعر اللي حكينا فيها بأول الفيديو. لنتائج فعلية الواحد لازم يعمل 3 جلسات PRP. في بعض الأشخاص ممكن يحتاجوا جلسات زيادة. كارميلايت فيكم تهتم.